للوقوف عند تردي قطاع الكهرباء في العراق وأسبابه وتداعياته ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الباحث في مجال الطاقة دريد عبد الله. أستاذ دريد مرحبا بكم. يعني معادلة مفهومة بالنسبة للشعب العراقي، ارتفاع درجات الحرارة تعاود أزمة الكهرباء وتتكرر من جديد في كل فصل صيف. بداية، أين تكمن المشكلة على الرغم من صرف 81 مليار دولار منذ عام 2003 وحتى الآن على قطاع الكهرباء؟ أين تكمن المشكلة أستاذ دريد؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، المشكلة تكمن، هي المشكلة ذو ثلاث أبعاد. البعد الأول هو أنه هناك مصاريف بلا إيرادات. اليوم شركة سيمنس الألمانية تقول أنه العراق لسنة 2022 حوالي صرف على الكهرباء في بلده حوالي 130 مليار دولار، لكنه بالتالي الإيرادات فقط 36 مليار. البعد الثاني والأهم هو أنه الفساد اللي جعل هذه الأموال صرف 130 مليار ما لها أي معنى. نعم. البعد الثالث وكذلك المهم هو ما موجود يعني خطط استراتيجية لوزارة الكهرباء لتطوير البنى التحتية للكهرباء من إنتاج ونقل وتصدير ونقل وتوزيع. هذه هي المشكلة الثلاثية اللي تعاني منها العراق بشكل عام خلال آخر 20 سنة. ولكن أستاذ دريد، إيران يعني أيضا قد كبرت من حجم الأزمة، وذلك بتقاعسها عن تنفيذ التزاماتها بتصدير الكهرباء. السؤال هنا، هل العراق ملزم بالاستمرار في ترك إيران وهي تحتكر موضوع قطاع الكهرباء؟ والله قطاع الكهرباء عنده مشكلة، وهي مشكلة حاجته للغاز. نعم. طبيعي، وغاز الطبيعي موجود اليوم أقرب شيء إنه وبدون تعب هو الغاز الإيراني. الغاز الإيراني اليوم بسنة 2020 غاز الأقرب والأقل سعر. 2022 نعم. 2022 نعم. أقرب والأقل سعر وكذلك أحسن نوعية مقارنة باللي موجود حواليه، لكنه مشكلته إنه متذبذب بالتصدير وكذلك أقل استمرارية بالتجهيز. مشكلة هاي تأتي بسبب أنه ارتباط إيران بتجهيز الـ LNG أو الغاز المسال للصين كمية 6.5 مليار متر مكعب هذه السنة في سنة 2022. نعم. بخصومات زادت عن دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية. طيب أستاذ دريد، يعني إيران تبرر قطع إمدادات الغاز عن قطاع الكهرباء بأنها بعدم سداد العراق لمديونياته والمستحقة، ولكن السؤال هنا، يعني لماذا تتأخر مديونيات العراق عن السداد لدى إيران رغم ارتفاع أسعار النفط؟ يعني وصل اليوم إلى 120 دولار للبرميل الواحد، ما السبب في ذلك؟ يعني هو سبب سياسي أكثر من ما هو سبب اقتصادي. نعم. هو بسبب العقوبات الاقتصادية اللي المفروضة على البنك المركزي الإيراني من الولايات المتحدة الأمريكية، جعلت من الصعوبة تحويل الأموال، أموال خصوصا الغاز والكهرباء المجهزة للعراق من خلال البنك، بين البنكين، البنك المركزي العراقي والبنك المركزي الإيراني. نعم. هذا جعل الديون تتراكم على العراق، وصلت اليوم إلى حد حوالي 7.8 مليار دولار. طيب أستاذ دريد، لو نتحدث عن الحلول أو عن البدائل في ظل طبعا هذا التضييق الإيراني، هل الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية سيحد أو يقل من أزمة انقطاع الكهرباء في العراق برأيكم؟ حقيقة احنا اليوم بسنة 2022 الشهر السادس، بداية الشهر السادس. نعم. ثلاث خطوط ربط او ثلاث خطوط ربط بين العراق وبين جيرانه، الاول مع تركيا، الثاني مع الأردن، والثالث اكيد مع إيران. الرابع اللي هو السعودية بأقصى تصميم له، اللي هو راح يوصل إلى 1.6 جيجا،
هذا بمجموعها الأربع خطوط، هذه أربع خطوط بمعنى أنه كل خط يتكون من 10 خطوط إضافية. بالأربع خطوط هذه راح تعطيك فقط 25% من الكهرباء المطلوبة أو النقص في الكهرباء داخل العراق يحتاج العراق، بالإضافة للأربع. كم يحتاج العراق أستاذ دريد؟ كم يحتاج العراق اليوم؟ اليوم سنة يعني بسنة 2022 2023 نعم. يحتاج ما بين 28 إلى 30 جيجا واط. اليوم إحنا العراقي ينتج حوالي 13 إلى 15 جيجا واط. مشكلته أنه هذا إنتاج وليس توزيع ولا نقل. النقل والتوزيع يجعل الخسائر حوالي خمس هذه النسبة. طيب فبالتالي راح يصير عندنا مشكلة النقص الحاد بإمدادات الطاقة الكهربائية. طيب طيب أستاذ دريد، إذا كان الحل ممكن أن يكون هناك ربط العراق بالمملكة العربية السعودية، لكن لماذا تخرج أصوات رافضة لهذا الحل رغم التضييق الإيراني؟ ما السبب في ذلك؟ هي دائما أكو مشاكل دائما مع دول الجوار، مع كل دول الجوار، إذا كانت إيران أو الأردن أو السعودية في مجال الطاقة، وهذا الشيء شفناه خلال خصوصا الآخر 15 سنة الأخيرة، إنه المشاكل توزعت بين الثلاث بلدان بشكل منتظم، بين تجهيز إيران للغاز والكهرباء، وبين تجهيز الأردن للكهرباء وإعطائها النفط والغاز، وكذلك بين تجهيز السعودية للغاز وغيرها. فبالتالي أعتقد إنه التنافس أو التنافس السياسي بين داخل قبة أو داخل الدولة العراقية هو اللي دي يجعل هذه المشاكل تطفو على السطح. عبر سكاي من برلين الباحث في مجال الطاقة دريد عبد الله، شكرا جزيلا لكم.